السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم تكملة الدرس. هلأ احنا نعمل clear. حلو، شو هو الطرق الأخرى اللي احنا ممكن نغيرها عن طريق ال CH own؟ هلأ انت ممكن تستخدم ال CH own لمحمد مثلا وتعطي اسم الفايل. هنا انت مثلا الفايل اسمه my file. جميل، هذه الطريقة شو اللي راح يعمل لك؟ حيضع اليوزر محمد، حيجعلها مالك الفايل اللي اسمه ماي فايل. اوكي، حيجعل ملكية ماي فايل من حق محمد. جميل، هلا خلونا نشوف الطريقة اخرى. لو اجينا عملنا chown وكتبنا مثلا محمد دوت محمد، شو هذا؟ او مثلا محمد دوت روت، هيك شيء. هذه الحاله بمعنى انه احنا بنضع محمد اللي هو الاونر، اوكي، من جروب الروت. محمد من جروب الروت مالك هذا الفايل، اي بمعنى هذا الفايل راح يكون من ملكيه محمد اللي هو عائد لجروب الروت. جميل، حلو. في عندك طريقة أخرى أنه تعمل هيك شيء، دبل دوت واحد فوق الثاني. أوكي، هذا شو؟ هيجعل اليوزر محمد كيوزر أونر، والجروب اللي هو روت أونر على الفايل اللي هو ماي فايل، بمعنى أنه يجعل ماي فايل من صلاحية من، أو من ملكية من؟ من ملكية، ليس صلاحية، من ملكية، من ملكية محمد اللي هو عاد لي أجروب الروت. فيك تعملها بهيك شيء. حلو، طبعا انت ما تهتم بالإيرورز لانه احنا نصج فايل او دايركتري اللي شيء اسمه ماي فايل، كذلك احنا بنستخدم اليوزر الاعتيادي، فبهيك شيء ما يحول. حناخذ امثلة على هذا الشيء، بس مجرد انه انا بفهمك كيف ينكتب. وفيك ايضا تعمل شيء اخر في chown، في طريقة اخرى استخدام chown. مثلا فيك تعمل هيك شيء، دوت قبل الروت. طب مين هيدا الروت؟ هذا الروت هو الجروب، ليس يوزر. اوكي، انتبه، حتضع هذا الروت، هذا الجروب اللي هو الروت، كجروب اونر، كجروب مالك لهذا الفايل اللي اسمه ماي فايل، بدون تغيير ملكية الشخص. جميل، هون انت بس مجرد تعمل الماي فايل ملكيتها من الجروب روت بدون تغيير صاحب الملكية، فقط الجروب. وفيك أيضا تستخدمها بطريقة أخرى في تغيير الملكية للجروب، هيك شيء، دبل دوت، بتعمل set للجروب اللي هو الروت as a group owner of my file without changing the user root، okay، أو the user owner. بهيك أنت بتعمل تضع الجروب اللي هو الروت كجروب مالك لهذا الفايل اللي هو ماي فايل بدون تغيير اليوزر اونر. ايضا ممكن استخدام ال CH جروب اللي هو تشينج جروب. اوكي، فيك ايضا تستخدم ال CH جروب CHGRP. ال CHGRP كوماند هذا بيعمل لك تشينج جروب اونرشيب، على اعتبار انه، نعطيك اكزامبل، انه ممكن استخدام ال CH جروب CHGRP انه انت تضع الجروب كاونر جروب لدايركتوري معين. مثلا خلينا نقول انه في جروب اسمه روت، صح؟ بدي هذا الجروب روت يكون هذا المسار من ملكيته، هوم محمد مثلا، فراح يكون هوم محمد هو من ملكية الروت جروب. اوكي، جروب، لاحظ هون الفرق بين chown انه الجروب يكون دوت، هون ما بيحتاج انه تعمل الدوت عشان تميزه، لانه هو اصلا الكوماند بيقول لك تشينج جروب. هون chown كون انه بيستخدم للفايل، لا، كون انه بيستخدم لليوزر ويستخدم للجروب، لازم تميز الجروب عن اليوزر. بينما هون انت اصلا الكوماند هو حيغير الجروب، ما بينفع لليوزر، فمشان هيك هيدا الاسم اكيد حيكون للجروب مش اليوزر، صح؟ لكن لو بدك انت تغير، لهون ال CH own اللي هو، اوكي،
اوكي للاونر انت حتستخدم، ما بتنسى ماينس، سوري ماينس ار كابيتال، لا تنسى. لانه وكذلك حتستخدمها مع مين؟ كذلك حتستخدمها مع سي اتش جي ار بي ماينس ار كابيتال. اذا بدك انه انت تعملها ريكيرسيفلي، بمعنى انه انت تحول هذا المسار بمحتوياتها لمن؟ لملكيه الجروب روت. حلو، اتمنى انه هيك شيء توضح لعندك. اوكي خلونا نوقف هون، نكمل وياكم الدرس القادم. مع السلامه.